وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن كان معك أو كان عليك. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، لأن رب العالمين بنفسه يقول لك، يقول لعباده: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا بعد أن يكون وليك هو الله؟ إن وليي الله. ماذا بعد؟ مما وبما وعلام تخاف إذا كانت حركاتك وسكناتك ورغباتك كلها لله عز وجل.